السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شرح مبسط للتترابود تي 5 مش 5 طن، وهشرح مكوناته بشكل سريع وطريقة تجميعه. ده اللي هو البيس، هو الجزء السفلي من التترابود، عبارة عن سلل، عبارة عن بليت وفيها أعصاب شاغلة، فيها أعصاب شاغلة الفينجرز بتاعت التترابود، وفيها كفر بالمنظر ده، والكفر ده متثبت هنا على هنج، وفي مجموعة من السليفز اللي هي بتقوم بتقفيل الكفر لما بنقفله، اللي هي السليفز اللي باللون الأسمر دي، وفي سليفز تانية عشان تقفل الأجزاء العلوية. ده الجزء العلوي من التترابود، ده موجود منه 3 قطع هما اللي بيكونوا الأجزاء العلوية من التترابود. ده التترابود بعد التجميع. اللي بيتم إن إحنا أول حاجة بنروح الكفر، بنبدأ بنقفله بالشكل ده، تمام. وبعد ما بنقفل ال3 كفرات بالمنظر ده، بنستخدم السليس اللي هي الجانبية دي، بنقفلها بالمنظر كده، تمام. وبعد كده بنقوم بتربيط الألاوز لحد ما نزنق على المنطقة دي، فبيبقى الكفر ده كده بالكامل مقفول، جميل، تمام. بعد كده بقى بنشيل الجزء ده من الليفتنج لانك دي، تمام، وهي بالمناسبه السنتر اوف جرافيتي بتاعها. احنا لو جينا اظهرنا السي جي هنلاقي السي جي بتاعها تحت نقطه التحميل. بعد كده بنشيل جزء من التترابود دي، وبنضيفها ونحطها بالونش على الجزء السفلي ده. وفي هنا عندنا الجايدنج بينز دي، في عندنا في كل فلانج في 2 جايدنج بين بالشكل ده، في جايدنج بين هنا وجايدنج بين هنا. الجايدنج بين ده بيساعد على سنتره الاجزاء العلويه مع الجزء السفلي، وفي كمان هنا جايدنج بينز وجايدنج بينز على كل فلانج راسي. فبالتالي بعد ما بنركب ال3 اجزاء دي كده، بنقفل السليفز اللي هي اللي احنا جينا بس بنبصوا على الفلانج دي كده، بنقفل السليفز دي بالمنظر ده كده، وبيتم التربيط لحد ما الكفر نتاكد انه اتقفل تمام. وبعد كده الاجزاء اللي هي السفليه دي بنبتدي نقفل السليفز دي بالمنظر ده، ونبتدي نزنق عليها بالشكل ده، تمام. وكذلك السليفز اللي هي العلويه دي برضه بنفس الطريقه، نقفل السليفز بالشكل ده، ونبتدي نربط عليها المنظر. بالنسبه للجزء الخاص بالنستنج للعينه بتاعتنا، احنا هنحتاج لوحين بتخانة 10 مللي لاول لوح، وان شاء الله دول هيتم تصديرهم في IDXL فايلز عشان مثلا الليزر تبتدي تشتغل فيهم. اتمنى تكون الدنيا الى حد ما واضحه، لو حتى ان شاء الله، وان شاء الله في اقرب وقت.